النظام المخلوع لحد النهارده اللي كل مره بتترمي في السجون من عصر لعصر من تاريخ لتاريخ. تحب نقول لهم مسجون يا صوت الحق، محبوس يا صوت الحق، قبصك حزين ولعين، محبوس يا صوت الحق، قبصك حزين ولعين، قضبان لا بتنطق ولا بتفهم المساجين، قضبان لا بتعرف ولا بتفهم الإنسان، قضبان لا بتعرف ولا بتفهم الإنسان، قضبان لا بتنسف لو نزفت العضلان. رجعوا التلامذة، رجعوا التلامذة للجد الدان، رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد الدان، لا كورة نفعت ولا أظن ولا مناقشة وجدل في زنطة ولا صحافة صحفجية شغلوا شبابنا عن القضية. رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني، رجعوا التلامذة ورد الجناية، بص واسمع وشوف وعايز، اسمع يا عسكر وشوف وعايز، يا صوت أمريكا يا أمريكاني، ملعون أبوك ابن كلب خاين. بس هما النهارده عاملين معرض بيقول فيه بكل بساطه بانه القانون اللي بيسمى القانون التظاهر اللي كل فتره بنشوفه كل عصر بنشوفه مسمى جديد بيظهر كل عصر لينا ومعاه رسمه من القوانين نسميها قانون التظاهر، قانون مكافحه الارهاب، قانون تنظيم التظاهرات. كل مره بنلاقي القوانين هي تختلف في بعض المواد او في جزئيات بسيطه. نفس القوانين بتتحط علشان تمنع التظاهر وتمنع تواجد الناس وتمنع صوت الحق المفقود. نفس القوانين اللي اعترضنا عليها في الفترة الحالية هي اللي اعترضنا عليها في فترة مرسي، هي اللي اعترضنا عليها في فترة طنطاوي، هي اللي اعترضنا عليها في فترة مبارك. يا زمرة بنقول انه الحق اي مواطن في التظاهر هو حق مشروع. لو الناس كانت بتمشي القوانين كانت اعظم شيء تواجد في مصر وفي تاريخها ثورة 25 يناير اللي ظهرت بدون اي قوانين او تصريحات وخرجت ضد حاكم، ضد حاكم ظالم تخلعه من الهدوء وتقول له في الشعب لسه موجود. يا زمرة بنقول ان قانون التظاهر الموجود حالي قانون ظالم تواجد لغرض واحد وهدف واحد، انه اي صوت او اي تواجد على الارض بينادي او تقول انا لسه ليا حق يتم الغاءه، لان الشباب بيتقبض عليها بمجرد انه معاه سبيكر لاين المحاسبات العسكريه، لان الشباب بيتقبض عليها انها متواجده بتسال زمايلها قدام المحكمه، لان الشباب بيتقبض عليها كل الثمن اللي عملته انها تواجدت وقالت لا القانون او قالت كلمه حق او عايزين حق. النهارده الشباب بنقول ان احنا عندنا طلبه كتير بتقبض عليها بشكل عشوائي تحت مسمى قانون التظاهر. عندنا مرسش، عندنا مثلا اطمان، عندنا طلبه كتير بتقبض عليها من جانب الجامعه تحت مسمى قانون التظاهر. عندنا طلبه اتقبض عليها من قدام المحكمه كانت بتهمه التجمهر وهو واقف كفرد مستني زميله اللي معاه في الجامعه يخرج كل اللي يقدر عليه من إعاشة عشان يقدر يتوافق، عشان يقدر يكمل، عشان يقدر يبقى موجود في السجن، يبقى يقدر معاه التحسية كلها. وكانت النتيجة بإنه الشباب كتير تتقبض عليها، وناس كتيرة يبقى عليها التهم بانتهاك قانون التظاهر، وعليها التهم من أيام فترة الإخوان. يعني بأي عقل وأي دين يبقى عليها تهمة ضد الإخوان، ويبقى عليها التهمة إن أنا مع الإخوان. شباب كتيرة من الإخوان 2012 و2011 2013 وحاليا 2014 مسكون لحد النهارده. تتغير القوانين، تتغير المسميات، تتغير الانظمه او مسميات الانظمه. صوره جديده ولكن الاليه هي تبقى النتيجه واحده. قانون ظالم سجن عليه الشباب كل الجرح المات تغليب.